هنروح من جنب يعني مش هنبعد بعيد من المحله الى زفت. يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله انتخابات الاعاده في دايره زفت، في انتخابات التكميليه، لان انتوا عارفين انه كان خلى المقعد بوفاه نائبها السابق. وعايز الفت الانتباه لحاجه الحقيقه، انا يعني اعتقدت انه الصديق العزيز الاستاذ محمد فوده، الاعلامي محمد فوده، بعد عدم مشاركته في الانتخابات انه هيكبر دماغه، ينسى يعني، خلاص هو الراجل لم يشارك في الانتخابات، فماله هو مال الانتخابات. لكن انا فوجئت الحقيقه انه راح زفته وعمل مؤتمر حاشد جدا لتأييد مرشح حزب مستقبل وطن في الانتخابات، عن قناعة بأنه احنا قدام حزب جديد ناشئ عفي بيشتغل ممكن أن يحقق شيء عظيم في الحياة السياسية المصرية. هنا أنا يعني أسمن في محمد إيه؟ أسمن فيه إنه كان ممكن يقول لك أنا أوجع دماغي ليه؟ خلاص أنا طلعت من الانتخابات مش مكمل ومش خادم بتاع. امبارح في المؤتمر اللي هو عمله في زفتة لتأييد المرشح اللي هو عن حزب مستقبل وطن، وهو اللي هو اسمه أحمد فود، مش أخو محمد، يعني مش أخو محمد فود، هو اسمه أحمد فود. مرشح مستقبل وطن راح ودعا الناس ان هي تأيده، واعلن انه هو بيتبرع كمان ب 500,000 جنيه عشان كورنيش زفته، اللي هو فكره ايه؟ انه انا ترشحت ما ترشحتش فانا بخدم الدايره بتاعتي او اهلي، يعني انا دخلت البرلمان ما دخلتش فانا بعمل ده عشان الناس. ومناصرته لمرشح حزب مستقبل الوطن الحقيقه بتقول انه احنا قدام حد خلاص هو ده هيقدر يخدم اكتر من خلال الحزب، هيبقى فيه عطاء اكتر من خلال الحزب، والحزب الحقيقه يعني قايم بدور في الشارع هايل جدا. فانا هسيب حضراتكم مع هذا التقرير اللي بيسجل دعوه اهالي زفته للخروج في الانتخابات، اولا اللي هو الجوله الثانيه في الانتخابات التكميليه، ودعم مرشح مستقبل وطن. هتشوفوا التقرير وهنرجع لحضراتكم، احنا عندنا لسه فقرتين. فقرة هنستعرض فيها ما يمكن تسميته بالجريمة الروائية، ثم والجريمة الروائية هنا بطلتها اسم معروف لدى حضراتكم وهي نهى الزيني. ثم في الفقرة الأخيرة هنستعرض الحلقة الثانية بتاعتنا في سلسلة الأجراء اللي مش يعني مش نافع أقول لكم بطلها محمد ناصر، لكن تقدروا تقولوا واخدها محمد ناصر، او يعني ندلها محمد ناصر المذيع الاجير في قنوات الاخوان. سيبكم مع تقرير زفته واعود لحضراتكم في قضيتنا الثانيه النهارده. بكل الحب، دعا الإعلامي محمد فودة لمؤتمر جماهيري حاشد غير مسبوق بمركز شباب زفتة، وذلك من أجل دعم مرشح حزب مستقبل وطن في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب. النهاردة شفت مظاهرة الحب اللي لا يضيع حب لمستقبل وطن ومرشحه رجل محترم الحاج أحمد فودة مصير، ووجود وتشريف المهندس الخلوق محمد بيه عريبي أمين الحزب الغربية. سعيد جدا جدا بتلبية أهل بلدي، بدعوهم إن هم يلتفوا وراء الحزب الوليد اللي ولد عملاقا اللي هو مستقبل وطن، وإن شاء الله هنلاقي مع المسؤولين في حزب مستقبل وطن أكثر خدماتا وأكثر تميزا. تواجده المستمر في الشارع او في البرلمان محدد اهدافه، ناس بيبحثوا على خدمات البسطاء، بيوفروا خدمات جليله جدا للشعب المصري. وبقول ان احنا في ظل القياده الرشيده للرئيس عبد الفتاح السيسي، من هنا من مدينه زفته بنبعث له كل الامان وكل التقدير بوجود امين الحزب محمد بيه عريبي. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طبعا انا بتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الاعلامي محمد فوده على الحشد القوي والحشد الجماهيري الأكثر من رائع،
كمان بقول له شكرا على تبرعك ب 500,000 جنيه لاهل مدينه زفته لكورنيش النيل، شكرا لحضرتك على التجمع الجميل ومحبه الناس ليك. مستقبل وطن حزب مؤسسي زي ما قلت للجميع ان حزب مستقبل وطن ليه تقريبا 15,000 تنظيم على مستوى الغربيه، حزب مستقبل وطن موجود في كل انحاء محافظه الغربيه، حزب مستقبل وطن قدم خدمات كثيره كما اعلنت على المنصه، قدم خدمات مع الشباب في دور الشباب 146 فريق، قدم وفتح مراكز توزيع للمنافذ لبيع الادوات الدراسيه، حزب مستقبل وطن عمل منافذ لبيع المستلزمات من الزيت والسكر وخلافه باسعار مخفضه، حزب مستقبل وطن دفع المصروفات لغير القادرين من ابنائنا الطلاب، حزب مستقبل وطن دفع للغريمين والغريمات، حزب مستقبل وطن عمل زرع 20 قرنيه، حزب مستقبل وطن جهز 50 عروسه، حزب مستقبل وطن وزع اكثر من 50 كرسي لذوي الاعاقه، حزب مستقبل وطن وزع لاكثر من 5,000 بطانيه، حزب مستقبل وطن عمل كلنا هنساعد لجمع القمامه من جميع محافظه الغربيه، حزب مستقبل وطن داعم لمبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حياه كريمه لشعب عظيم. الاستاذ محمد فوده دايما عطاء وبيقدر وبيحب مدينه زفته وكرة مدينه زفته وزفته بالكامل، وده طبعا مش غريب عليه وبنشكره كلنا. حزب مستقبل الوطن هيكون داعم للمواطن البسيط، هيكون داعم للفئه اللي هي فقيره، هيكون داعم دايما وهيكون بيشارك، واحنا دايما بنقول احنا معاك احنا معاك. هذا المؤتمر كان برعايه محمد بيه فوده الراجل صاحب الشعبيه الكبيره قوي 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 اللي انت حضرتك شفتها دلوقتي ديت، وبرضك شعبيه حزب مستقبل الوطن الاثنين لما يندمجوا مع بعض بتشوف توحد في فكر وتوحد في الرؤيه لصالح مصلحه الوطن وتحيا مصر. وعايز اقول حاجه، ان الاستاذ محمد فوده ده رجل حقا اثبت انه رجل عاشق هذا الوطن وعاشق تراب هذا الوطن وعاشق القياده السياسيه، وكلنا بنقول للوطن نعم كما قال محمد فوده نعم للوطن. طبعا الحمد لله نتيجه مجهود حزب مستقبل الوطن على الارض، وطبعا بنشكر محمد بيه فوده على الاستضافه الجميله وعلى المؤتمر الجميل لدعم المرشح. بنشكر فعلا اهالي زفته على الدعوه الكريمه ووجودنا النهارده، ودعم محمد فوده لاحمد فوده نصير هو دعم لمصر فعلا، لانه هو راجل سياسي وحس سياسه عالي. تعبير صادق عن جماهيريه حقيقيه لحب الاعلامي محمد فوده ولحزب مستقبل وطن من اجل تقديم الكثير من الخدمات خلال المرحله المقبله. شنودة سعد، 90 دقيقة، قناة المحور.